بابنا التسمي بقاضي القضاء ملك الملوك حاكم الحكام باللغة العربية، شاهان شاه باللغة الفارسية مثلا، بأي لغة. لماذا جاء بهذا الباب؟ لأن هذا تعدي على جانب الربوبية، وقلنا هذا الكتاب ركز في المؤلف على الألوهية ولم يتجاهل الربوبية. تعدي على لأن على الله سبحانه أن ملك الملوك وحاكم الحكام هو الله سبحانه وتعالى، لكن قال يصح إذا قيد بزمان أو مكان أو طائفة. تقول قاضي قضاة القرن السابع الهجري ابن حجر العسقلاني رحمه الله مثلا، يصح لأن قضاء الله لا يتغير لا بزمان ولا بمكان، لكن قال الأب أفضل والأولى أنك لا تقول هذا، لأنه ممكن مع كثرة الاستعمال يقول قاضي القضاة ولا يذكر التقييد القرن السابع، مفهوم؟ كذلك شيخ الإسلام يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول حتى تلقيب بعض الناس بشيخ الإسلام يقول هذا لا نحتاج إلى هذا، وأحق من يوصف بهذا الوصف هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن أصبح هذا لقب لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ نعم. وعندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا أن يرفعوا النقص بماذا؟ بالألقاب. أرادوا أن يرفعوا النقص بإيش؟ بالألقاب. قال وبعضهم يلقب بنور الدين وهو ضلال، ومحيي الدين يعني ابن عربي، ابن عربي النكرة الكوفي، الصوف النكرة، والبقاعي ألف كتابا سماه تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، الصوف النكرة، ابن العربي إمام من أئمة المالكية، ابن عربي نكرة، محيي الدين هو مميت الدين، ولهذا الصحابة والله ما احتاجوا إلى ألقاب. النووي رحمه الله لقب بماذا؟ شرف الدين. قال النووي لا أجعل في حلم يعني لا أسامح من لقبني بشرف الدين، لا يريد. من؟ إمام النووي، قلنا أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحين، قال لا أجعل في حلم، السلف ما احتاجوا إلى الألقاب. مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في القديم لا يوجد جوالات، لا يوجد هواتف إلا في أماكن محددة، يعني مكتب المفتي، بعض الأماكن الشركات الكبيرة. فمحمد بن إبراهيم عنده مشكلة في البيت في السباكة، واتصل قال اتصلوا على هذا المركز المؤسسة في فلان من الناس يعمل في السباكة أريد يعني يأتينا البيت، فاتصلوا على المؤسسة وقالوا أين فلان؟ كلم هاتف، فجاء إلى الهاتف وبدأ يكلم من؟ يكلم المفتي محمد بن إبراهيم. فالشيخ محمد بن إبراهيم يكلم هذا يقول يا فلان أبغاك تجيني اليوم البيت تصلح عندي في عطل في السباكة. قال طيب حاضر، من أنت؟ قال أنا محمد. قال من محمد؟ قال محمد بن إبراهيم. قال ما أعرف محمد بن إبراهيم، من أنت؟ قال بيتي في الدرعية في مكان كذا. قال لا أعرفك، من أنت؟ قل من أنت وأغلق الهاتف. قال يا أخي محمد بن إبراهيم. قال ما أعرف. قال يا أخي اللي يقال عني المفتي. قال سيدنا الشيخ مولانا. ما أراد أن يقول إيش؟ المفتي. واليوم بعض الناس قال سماحة الشيخ فلان بن فلان فضيلة، والله صدق قصة يحكيها الشيخ العصيمي حفظه الله. تقول قاضي من القضاة جاء له رجل بصدق مكتوب في القديم الصكوك ملكيات الأرض، الأراضي والعمائر والقصور تكتب بخط اليد، فالصدق هذا مكتوب بخط الشيخ، والشيخ مات،
إثبات ملكي. القاضي هذا نظر في السكرة قال هذا السقف مزور. سبحان الله، هذا الرجل اللي معه السقف كيف مزور؟ قال مزور السلام، روح برا. قال طيب كيف أثبت أن هذا السقف غير مزور؟ قال ارجع إلى طلاب الشيخ، تحضر ثلاثة أو اثنين من طلاب الشيخ يشهدوا أن هذا خطما القاضي فلان اللي مات. راح هذا ذهب الرجل وجاب اثنين من طلاب هذا القاضي اللي مات اللي كتب الصك، جاء الطلاب وشهدوا أن هذا خطما خط القاضي هذا اللي توفي، وشهدوا بهذا أمام القاضي. القاضي قال لا مزور. المهم قال راجعني بعد اسبوع. جاءوا بعد اسبوع وكان المهم القاضي قال لهذا الرجل قال اتق الله، والله اذا تعترف بالتزوير انا لا اصنع لك شيء وانسى القضيه، لكن والله هذا مزور. فقال صدقت، ثلاث سنين انا اتدرب على خط القاضي هذا الذي مات، كيف اكتشفت؟ قال في اخر الصدق كتب الشيخ. قال القاضي لا يكتب الشيخ، لا يكتب ايش الشيخ، لا يكتب، قل القاضي قاضي، وما يكتب ماذا؟ اخ الشيخ. هذا من؟ هذا القاضي. قال هذا الذي كان سببا في تزوير ان كتبت الشيخ، ولا يعرف هؤلاء ان يقول انا فلان او انا كذا. نعم.